السلام عليكم. دخلنا بفضل الله سبحانه وتعالى ومنه وكرمه في العشر الأخير من رمضان، العشر التي فيها ليلة القدر، الليلة التي قال الله سبحانه وتعالى عنها ليلة القدر خير من ألف شهر. وكلنا يعلم عبادة الألف شهر يعني عبادة 84 سنة متصلة. فأحببت أن أحث إخواني على الاجتهاد في هذه الأيام العشر، وأحث نفسي أولا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في هذه العشر أكثر مما يجتهد في غيرها من الأيام، فيها ليلة القدر. ولكن قد يقول البعض: أنا والله عندي ضغوط ومنشغل، ماذا أفعل؟ يعني حابب ما تروح علي هذه الأيام العشر، ولكن طيب والظروف اللي عندي. لذلك أحببت أن أذكر بثلاث وصايا ذهبية في هذه الأيام العشر. مهما انشغلت ومهما كانت حالتك ضيقة، فلا تبخل أن تتصدق ولو بأقل قليل، ولو بدولار يوميا. فإنك إن تصدقت ولو بدولار يوميا ستوافق ليلة القدر. يعني ربما يكون 21 23 25 27 29 رمضان، إلا ما تيجي ليلة من هالليالي ليلة القدر وأنت تكون صدقت فيها، فتكون كمن تصدق لمدة 84 سنة بشكل يومي. هذه الوصية الأولى، الصدقة. الوصية الثانية: حاول تصلي صلاة التراويح مع الناس. ما قدرت، لا تعجز، انتو بالبيت صلي ركعتين قيام ليل، لانه اذا وافقت ليلة القدر حتكون كمن قام الليل كم؟ لمدة 84 سنة بشكل يومي. الوصية الثالثة: اقرأ القرآن. يعني احنا قصرنا اول 20 يوم وبعضنا ما كان زي ما هو بتمنى، بالعشر الاخير يوميا اقرأ القرآن ولو بسورة الاخلاص. النبي صلى الله عليه وسلم اخبر انه قراءة سورة الاخلاص تعدل ثلث القرآن، يعني قراءتها ثلاث مرات كمن قرأ القرآن كاملا. فإن وافقت ليلة القدر كمن قرأ القرآن كاملا يوميا لمدة 84 سنة متصلة. هذا الخير وهذه الوصايا حافظ عليها وبلغ بها خير غيرك. يعني الآن أنت لو نشرت هذا المقطع، فكل إنسان يقوم بالعبادة وتتقبل يتقبلها الله سبحانه وتعالى منه، تأخذ أنت أجر عبادة 84 سنة متصلة، وتدل على الخير كفاعله. والسلام عليكم.